المهم تصرفات مهم الجمهور كبير و تفهمي تحنان واخا صافي واخا ولطفا ما تكني تصرفات مهمة حنان واخا ماما ما تبقاش تقولي لي هاد الهضره حيت غادي نتقلق وما غنديرش مزيان ايوا لا والله ماما كيبقى فيا الحق ايش فيش ما فيش تعالي نكلم طب هلا شوفي بزاعه شو قالت لك فاتي ما قالت لي شيء قالت لك شيء انا مضايقك لا ماما قالت لي انه انا مضايقك قلت لي دايما بتعرف الفيلم ما في داعي احكي بعد عنك مش هيك قلت انه اعرف شو كيف بدي اتصرفي وقالت لي اذا حكيت بيك وقال لك شيء ما حبيتي ما تزعلي ما تحبي ما تزعلي منه حبيبتي و بليز حياتي مثل ما قلت لي طب قلت لك بليز حياتي راضي ماشي يعني فترة وبتقطع أنا بعرف أكثر طيب بس فترة وبتقطع حبيبي فترة وبتقطع ما هي فترة وبتقطع بيك إذا بيك بيك إذا زعل مع بابا نفس المشكلة بيك إذا زعل يا حبيبتي هيك ما بحب أحكي يعني ما بحب أتصل فيه لأنه بعرف بس بيك إذا زعل لأنه بده صورتك بأحلى صورة بده مصلحتك هيدا بيك بحبك قد الدنيا وبيموت عليك ما حدا بده مصلحتي اكثر من بيك وامك واذا زعلوا يعني زعلوا على سبب